السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الابتدائي. معانا أول درس النهارده في مادة التربية الدينية الإسلامية بعنوان اليوم الإيمان اليوميات. تعالى نشوف كده مع بعض معنى الإيمان. هو ما يقره العقل ويصدقه القلب. تعالى كده نشوف إيه مع بعض أركان الإيمان. طبعًا إحنا خدنا في الدرس اللي قبل كده أو في السنين اللي فاتت الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وعندنا واخدنا برضو اركان الاسلام وكلنا حافظينهم هم 5 اركان. طبعا النهارده هنتعرف على اركان الايمان. تعالى كده نشوف مع بعض. هو الايمان بالله سبحانه وتعالى لازم تكون مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ودي من الغيبيات، يعني من الحاجات اللي انت ما ينفعش ان انا اشوفها، ولكن طبعا في دلائل كثيره جدا على قدره الله سبحانه وتعالى. كمان لازم ابقى مؤمنه بوجود الملائكه، ودي احنا خدناها برضو في الصف الخامس الابتدائي وعرفنا ان هي مخلوقات من النور بيؤمنوا بالله ويعبدون الله ويسجدون له ليلا ونهارا. كمان من اركان الايمان هو ان انا اكون مؤمنه بجميع الكتب السماويه، ال3 كتب السماويه والكتب اللي من عند الله سبحانه وتعالى جميع الاجيال، لازم ان انا اكون مؤمنه بها لانها جميعا من عند الله. وجميع رسله، كل الرسل ايا كانت ديانتك، مسلم مسيحي، المفروض ان كل دين ليه رسول، لكن انت كمسلم طبعا رسولك محمد، ولكن مؤمن بجميع الرسل السابقه لسيدنا محمد. كمان مؤمن باليوم الاخر. معنى اليوم الاخر وده طبعا درسنا اللي احنا هنتكلم فيه باستفاضه، وهو يوم القيامه. كمان مؤمن بالقدر خير وشر. معنى القدر هو ما كتبه الله على الانسان سواء خير او شر. فطبعا لازم انا عشان يكون عقلية او متميزه او بيتقال عليا ان انا انسانه مؤمنه، يبقى مؤمنه بوجود ربنا، بوجود الملائكه، وطبعا دي حاجات من الغيبيات انا ما شفتهاش ولكن في دلائل عليها، مؤمنه بجميع الكتب السماويه وجميع الرسل، وايمان كمان باليوم الاخر ويوم القيامه ولو قدر خير وشر. طب تعالى كده نشوف مع بعض كم حياه يحياها الانسان. خد بالك احنا دلوقتي الانسان بيعيش حياتين، الحياه الاولى هي حياه الدنيا، الحياه اللي احنا عايشينها كلنا مع بعض. دي حياه مجرد ان احنا بنزرع فيها الاعمال، يعني ايه بزرع فيها الاعمال؟ يعني بقوم طبعا الله سبحانه وتعالى ميز الانسان بالعقل، فالانسان بيقوم بكثير من الاعمال، الاعمال دي سواء كانت صالحه ام فاسده، انت بتقوم بالاعمال دي. طبعا المفروض ان احنا كلنا نقوم بالاعمال الصالحه اللي بيمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله وطبعا ديننا الاسلام. اما الحياه الثانيه اللي بيعيشها الانسان هي حياه ثانيه بتبدا بعد الموت. انا عملت ايه في حياتي الاولى؟ عملت اعمال سواء كانت صالحه ام فاسده، ان شاء الله تكون جميعها صالحه. هتبدا حياه ثانيه الانسان هيعيشها بعد الموت. الحياه دي بقى ايه؟ بدايه مع عشته في الحياه الاولى. ازاي؟ يعني يدخل الانسان الجنه اذا كانت اعماله كلها خيرا. طب ويدخل النار والعياذ بالله ان كان ايه؟ اعماله شر. فطبعا لابد من الالتزام بالاعمال الصالحه اللي امرنا بها الله سبحانه وتعالى ورسوله. يبقى اما اجي اقول لك كم حياه يحياها الانسان هتقول لي ايه؟ حياه طبعا مصنوع. احنا بنقول الدرس اسمه الايمان اليوم الايه؟ الاخر. يعني انا لازم اكون مؤمنه بوجود يوم الاخر او اللي هو يوم القيامه، ايوه اللي هيحصل فيه ايه؟ ان هدخل فيه الجنه او النار. طب تعال كده نشوف مع بعض في الازمنه السابقه كانوا طبعا ولا مؤمنين باليوم الاخر، وكانوا بيقولوا ان حياه الانسان هي حياه واحده بس بيعيشها الانسان، والحياه الثانيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بدخولنا الجنه او النار كانوا طبعا بينكروا هذه الحياه. فطبعا سيدنا ابراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى يعني كيف يحيي الموتى ليرد على الظالمين الكافرين اللي بيقولوا ان طبعا مفيش حياه اخرى بتاتي بعد الايه؟ بعد الموت. طب تعالى كده نشوف مع بعض الايات القرانيه اللي نزلت في الجزء ده واللي الله سبحانه وتعالى بيرد بيها او بيخلي سيدنا ابراهيم يرد بيها على الايه؟ على الكافرين المنكرين باليوم القيامه. تعالى كده طبعا الايات دي من سوره البقره الايات 260. الايه 260 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليه ثم اجعل على كل جبل هن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. تعالى كده نشوف
الايات دي بتتناول فيها سيدنا ابراهيم، او سيدنا ابراهيم بيطلب من الله سبحانه وتعالى في بدايه الايات ان يريد كيف يحيي الموتى، يعني ازاي ان الله سبحانه وتعالى قادر على احياء الموتى. طبعا الله سبحانه وتعالى بيرد عليه في الايات وبيقول ايه؟ قال اولم تؤمن، يعني هو انت لسه ما امنتش بالله او لسه ما وصلتش لمرحله الايمان؟ قال بلى، يعني نعم لا انا مؤمن بالله ولكن ليطمئن قلبي واستطيع ان ارد على الظالمين الكافرين المكذبين بالايه؟ بوجود يوم القيامه او حساب بعد الحياه الدنيا. طبعا الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا ابراهيم يقوم بعمل تجربه عمليه حتى يؤكد للظالمين دلائل قدره الله وان يوجد ايه يوم اخر وان الله سبحانه وتعالى قادر على احياء الموتى. طلب منه ايه؟ ان ياتي باربعه من الطير ثم يقطعهن قطعا ويخلط هذه القطع ببعضها، يعني الاربع انواع من الطير دول نوع واحد، لا دول كل واحد نوع، ويبدا ان هو يقطعهم سيدنا ابراهيم ويخلط هذه القطع ايه مع بعضها البعض بحيث لا يستطيع التمييز بين القطع، ويضع على كل جبل منهن جزء، هيحط على كل جبل جزء، وبعد كده سيدنا ابراهيم هيقف في مكان ما بين هذه الجبال ويجمع هذه الاجزاء من الطيور الاربعه المبعثره فوق تلك الجبال حتى تاتي الى سيدنا ابراهيم. ففعل سيدنا ابراهيم وامر الطير بان تاتي، وفعلا بدات تسعى الطيور كل منها حسب حجمها وحسب كتلتها. ازاي يعني؟ يعني في منها طبعا خفيف الوزن اللي بدا ان هو يطير وياتي الى سيدنا ابراهيم ويجمع اجزاءه كلها، وفي منها اللي هو بدا يجري وايه بسبب تقل وزنه. وفعلا اتجمعت الطيور كلها واتكونت تاني بقدره الله سبحانه وتعالى، وده طبعا دليل بتجربه عمليه ان الله سبحانه وتعالى قادر على احياء الايه؟ احياء الموتى. وطبعا اطمأن قلب سيدنا ابراهيم وادرك ان الله امده بهذه الايه ليقطع السنه الجاحدين الكافرين اللي بيشككوا في الحياه بعد الموت وبينكروا الحياه بعد الموت وبينكروا قدره الله سبحانه وتعالى. وبالايه دي طبعا بتدل على قدره الله سبحانه وتعالى، وطبعا ده بيؤكد لي ان الله قادر على كل شيء، وان احنا لازم يكون عندنا ايمان بالله سبحانه وتعالى وايمان بيوم القيامه، ويجب ان احنا نحاسب على اعمالنا وتصرفاتنا حتى نفوز بالجنه في الحياه الثانيه. والى اللقاء في الدرس الاخر.